واحد جميل استاذ اشعه قالت له في الدكتور يقول لك تسالني في حساب واحد قال لي هو ما تجيش للتدير بلاش تجيبه تعالوا قلت له يا دكتور فلان ده طلبه بتصحى مش لو محاضره بتجيش قيمه والله لا وانا جربت كنت مره يا خليك واحد تعال ناخد مقدمة عن الطريق. في بعض الحلاجين معتقدين أن الطريق ارتفاع نسبة السكر في الدم. بعض الحلاجين معتقدين كده. السكر الطبيعي من 80 إلى 120. طيب والمنظمة الصحة العالمية حطينا أرقام جديدة ليه؟ قالت سنك ومية. سنك بلس 100 بالرنه كان 205 105 اللي 260 سنه يبقى 160 اللي عدى 100 يبقى 200 تمام؟ قالوا كده لكن ده مش معترف بيه قوي. ففي بعض الحلاليين معتقدين ان مرض السكر ارتفاع كميه السكر في الدم وهذا الانسان يروح المغطى يقطع التذكره ب 25 جنيه الى برج الجزيره ويطلع فوق ويبقى ان هذا حلول حلوك ايه؟ حلوك صبي مش حلوك عادي يعني بتاع الاتخاذ يعني حلوك صبي يجي له واحد يقول له انت عارف انك يقول له انا فاكر ان السكر يعني في الدم لا السكر سندروم بمعنى حتى لو ان السكر عند الدم دون السندروم فهو ليس ضريبه فيش خلص طب تحت العكس الا يمكن ان تحدث كومبليكيشن او ضريبه السكر ما يعلى يعني انسان من اسره سيئه السمعه السكر وابتدى ابنه الذنب اقول له انت عندك بريفر يقول لي من ايه اقول له السكر ايه يا دكتور انت من انت عايز تطلع 80 اهو هذا عشان انت من ضمن الحلاليين انت تعتقد ان السكر ارتفاع من السكر لا السكر سندروم خطير جدا 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 احدى مظاهر هذا السندروم ارتفاع نسبة السكر في الدم قد تحدث المضاعفات في قلة من الناس قبل ارتفاع السكر في الدم واضح؟ يبقى ده نقطة لازم اذا كنت جوايا ان هذا سندروم يبقى تحط الديفينيشن اوف وات ذا ديفينيشن الاول دي مقدمة ايه؟ عشان نفصل بيها الحلاليين عن البني ادمين نحط ديفينيشن جميل جدا قالوا ايه يا عبد الرحيم؟ قالوا كان قالوا كيفيز ان ميتابوليك كيرف صح؟ فالدرس المحترم منكم اللي ذكر من تكست كبير يجيب مثلا في الاندوكراين يجيب ماليش سكر الله ده احنا ابتدينا النهارده الاندوكراينولوج والدكتور قال لي الاندوكراين الطرابيس بالظبط الاندوكراين دي خالص طرابيس ايه؟ ميتابوليك دي هتلاقي الميتابوليك سكر مع الجو مع الاميلويد مع الحاجات اللي هي ميتابوليك بكتيريا واضح؟ يبقى ضايف اتزي ميتابوليك سكور ده الاعتراف الاول مش عن الاندوكراين سكور خالص كاركترايز او اندنج باي هايبر لايسيميا خلي بالك من الكلمه بص جت العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا اندنج ينتهي بسكر عادي لكن هو ما ابتداش كده يبقى اتزي ميتابوليك سكور اندنج ان هايبر لايسيميا ديو تو ابسوليوت ما تتداولش يا ارهابي اور ريلاتيف ديفيشنسي اوف انسولين تعالى نقف هنا بقى يعني ايه ابسوليوت وريلاتيف ديفيشنسي؟ اقول لك ابسوليوت يعني المفروض يكون 5 بقوا 2 او ده ابسوليوت ديفيشنسي ليه؟ الرقم نزل ابسوليوت نزل حقيقة نزل طب ريلاتيف 5 هم الخمسة لكن مش شغالين خمسة هم الخمسة لكن مش شغالين فبالتالي الريلاتيف ديفيشن ديو تو ابسوليوت اور ريلاتيف ديفيشن سليم انديد كاركترايز بار دي نقطة مهمة جدا كاركترايز بار نيوروباثي اند باسكيلو ان لم يوجد الاثنين دول يا حبيبي انت مش ضارب انت عندك جاي السكر عادي لكن يو ار نوت ضارب اللي ورد
جديدة لازم حتى نحطهم تحت مجموعتين عشان ما تفوقوش تحت مجموعتين. المجموعة الأولى عند ريس أي برايمري هايبر ريس، يعني من عند ربنا حتى ما تشوف الديول من عند ربنا تتطور. طلع بقى شيء طلع مش عارف ايه هنتكلم عليها هو جورج اوف برايمري. يبقى البرايمري دايابيتس ده برايمري الذي هو دايابيتس بالليل، وقد يكون السكر عالي نتيجه حاجه ثانيه خالص. واحد طلع عنده ورم في البنكرياس، والبنكرياس هو الاورجن المسؤول عن اخراج الانسولين من البيتا سيل، وشلت البنكرياس عشان عنده ورم، الا تتوقع ان سكره يعلى؟ يعلى في الدسكشن من غيري. واحد عنده كوشنج سيندروم والكورتيزون عالي، او اديته من بق الكورتيزون والسكر عالي، الا تعتبر هذا دايابيتس؟ واحد بوظناله في البنكرياس انفكشن انفلاميشن زي البنكرياسايتس وعين السكر بعدها، هتعتبر هذا برايمري دايابيتس؟ يبقى عندنا السكر نوعين، ارتفاع السكر نوعين، ايضا برايمري ارتفاع اللي هو تحت بند ايه؟ دايابيتس ريليتس، او سكندري ارتفاع، سكندري هايبرلاكيميا، بنكرياتيكومي ماشي، بنكرياسايتس ماشي، تيومر ضد البنكرياس ماشي، عايز السكر نازل لازم تاخد الهيل بس ما تاخدش الديل، تخلي الديل تسيب الهيل، او لونج كورتيزون ثيرابي، او كوشنج سندروم، او اكروميجال عندي ستيت جروس هرمون، اي حاجه تقاوم مش هنسيب بقى النقطه دي الا لما نتكلم على حقيقه هامه جدا ميديكولي. كتبت الواحد كورتيزون عشان عنده برونك الاسد. جالك بعد 15 يوم ورقه عسكري انت مصدوم في النيابه. ليه يا عم؟ يقول لك في واحد رفع عليك قضيه. ليه يا عم؟ عاده العسكري في عيادتك ما يقولكش. عاده ما اعرفش. اروح اسال. يعني من عندك تسجل عشان يجل. هيقول لك ايه؟ هتديله المعلوم هيقول تمام؟ بمناسبة المعلوم دي حصلت لي حاجة الأسبوع اللي فات قلت أحكيها لكم عشان تشوفوا إحنا وصلنا لإيه. في شهادة اسمها كرتونة كده، بناخد شهادة على كرتونة عارفينها طبعًا، لما تتخرج إن شاء الله هتخلص. ضاعت فين؟ معايا أربع كراتين، ففي كرتونة ضاعت، كرتونة ديل. تمام؟ فرحت بلغت في الجامعة إن أنا عايز بدل فات. ووسط طلع مش قادر اقول لكم مكسوف. اروح اصل الخطاط ما جاش، الكاتب اللي جاب تاني، اصل الكرتونه مش عارف لسه بنعملها، اصل لسه ما كملتش في الكليه. انا اخسر وقت فمن غير ما تسال في الكليه لا تلاقي يقول لك انا في قلب البطاقه تعمل لي كارب مش واحد مدعي المهم اطلعها. والله ما تشوفها قال لي ست شهور رايح على الجامعة، أنت قلت بقى يا ولد احترم نفسك، هتتعامل مع موظف صغير، تطلع رئيس الجامعة. طلعت رئيس الجامعة، الدكتور علي عبد الرحمن ربنا يرحمه قبل رئيس الجامعة. فبقول لك دكتور علي. من الأسبوع اللي فات؟ أنت بتقولي كده؟ لا أي ده من الجيل ده كلها ستوري لسه. يعني 20 يوم 20 يوم يعملوا إيه؟ المهم أقنعني إن أنا أطلع رئيس. قال لي لا مش قصدي. قال لي لا دي كرامية، قلت له ماشي. سميها بأي حاجة، أنا مهم أنت فأنا عمري ما ولا عمري هعملها بس اقتنعت. فقال لي الأستاذ عبد الرحمن ده ماشي. طب الدكتور قال لي أنا رحت جاي طلع 50 جنيه من جيبي ورميها قدامي. الأستاذ عبد الرحمن 50 جنيه دي وقعت منها. قال لي لا ما وقعش من جيبي غير 100 جنيه. خدت الشهاده تاني يوم. كان يوم ثلاث قال لي تعالى بكره خد الشهاده رحت خدت الشهاده تاني يوم. المهم نيجي بقى نرجع تاني للراجل العسكري اللي جاي لك يقول لك يا دكتور انت مظلوم في النيابه. تروح النيابه يقول
متي وللوقا لقينا السكر عالي في 25 بس. صح، لو الكورتيزون يا ولاد بيعالج السكر في حالات الهبل. قيل عن الكورتيزون انه ينهبت الانسولين. طلع غلط، طلع غلط، بينهبت اي انسولين؟ ضعيف، ضعيف. فاصبحنا دلوقتي بلجنه اداب اللجنه وانا عضو فيها، اللي يدي واحد كورتيزون وسكره يعلى اقول له اشكره، اشكره انه عارف ان هيجيلك سكر. انت كنت هبل، انت كنت مش ممدوح، احنا فضحناك في حد. تمام؟ فبقى الكورتيزون ده لمين؟ للفريد غالبا. انا عايز اعرف هيجيلي سكر يوم ما ولا لا؟ اخد كورتيزون. اذا سكري عالي فاكر هيجيلي سكر. انا الفريد غالبا اذا سكري معليش هم دول 75 اللي معلش في الحياه ولا لا تعال تعال اقعد هنا لا هتقعد هنا لمده ربع ساعه كده ما كانش اقعد يا تحت اتفقنا يبقى كورتيزون غلط لما اقول السكن بنظامي اسم الكورتيزون الترم ده بقالنا 10 سنين ترم غلط. كان ترم صح. وانا في اللي ياخد كورتيزون سكر ويعلى ده سكن ده ترم سيدي اللي خد كورتيزون سكر وعلي اصبح ايه؟ لا ده هيجيله سكر. اعرف ازاي؟ اعمل له بلاد شوجر كام. خلاص؟ طلع نورمال. اديله كورتيزون وعايز بلاد شوجر كام. الباظ اقول له خلي بالك لازم تمشي كل يوم ساعه ولازم تاكل مظبوط. انت كده وغالبا دول من اسره سيئه في السمعه. ثالث يبقى العنوان الاول في المحاضره كان ايه؟ ديفينيشن. العنوان الثاني كان ايه؟ كان تايبس اوف هايبر اكتيف برايمري سكند. العنوان الثالث في المحاضره وات ار ذا تايبس اوف دايبيتس؟ وات ار ذا تايبس اوف دايبيتس؟ طب هل الدايبيتس ده مرض واحد؟ لا، ده مرضين كبار جدا 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 تقدر تفصلهم تماما عن بعض. تايب ايه او تايب 1 تايب 2. وتايب 1 بتتكتب باللاتين، يعني بنقول باي تايب 1 كده وتايب 2 كده، ما تتكتبش كده غلط. فكان تايب 1 تايب 1 لاتيني تايب 2. ايه بقى دول؟ دول اثنين سكرين مختلفين تماما. ايه الفرق اللي بينهم؟ واحد واحد الانسولين فيه واحد وواحد الانسولين فيه اسمع الكلمه اللي جايه بقى عشان يغمى عليك نورمال اور ايفن هاي يا نهار اسود انسولين عالي وسكره عالي يس لان هو عنده ما يسمى انتي انسولين او الريسبتور في الشفايف الريسبتور اللي بتستقبل مستقبلات الانسولين في الشفايف طيب طيب هل ده يفرق عن الصبر؟ طبعا لما اقول لك تريتمنت اوف سمثينج انت تريتمنت ايه؟ انت بتقول اي في حاله اقول لك ريبليس الضرب اللي عنده كورتيزون واطي يجيب كورتيزون اللي عنده جلوس هرمون واطي يجيب جلوس هرمون اللي عنده سكر واطي يجيب سكر واللي عنده انسولين واطي يبقى العلاج الوحيد للتايب 1 هو الانسولين العلاج الوحيد ليه؟ ما عندوش انسولين ومن هو الحيوان؟ يديله قراص يديله قراص لان انت ما عندوش انسولين اشتغلوا ازاي؟ يبقى الانسولين الفرق الوحيد بين تايب 1 وتايب 2 هو ان الانسولين واطي في تايب 1 ونورمال فور ايفن هاي في تايب 2. تقول لي يعني العيان بتاع السكر لما يجي لي في العيان ابعته ب 400 جنيه يقيس الانسولين عشان احدد؟ اقول لك لا، يبقى حلوه يبقى حلوه. تعال نبص على الفروق الجدوليه بقى. تعال نعمل جدول صغير بين تايب 1 وتايب 2. اول التسميه عيب ان احنا نسمي تايب 1 انسولين ديبندنت هو راوي معتمد على الانسولين انسولين ديبندنت باي اي بي دي ده اختصار عالمي اهو ده وان اي بي دي انسولين ديبندنت باي بي ما بقاش في مشكله طب والتاني ده غير انسولين ديبندنت ار اي دي ده لا يعتمد على الانسولين لماذا؟ لان الانسولين عنده هرمون اور ايفن هاي هرمون خلاص؟ طب افرق بينهم ازاي؟ تعالى نشوف
تايب 1. عشان كده زمان كان يسمى تايب 1 جوبينال تسميه غلط. حتى كنا نقول ايه؟ احنا نواب، احنا نواب كان عندنا حس الطب. اقول لك على فكره كلمه صغيره كنت بقول لزميلي والله سالوه الدكتور عمر الخشاب وهو على خير الحياه. اقول له عندك تايب 1 يا عمر اسمه غلط. جوبينايل اسمه غلط، انا شفت واحد جوبينايل كان سنه كبير، ايه رايك لو سميناه يا عمر جوبينايل فايت؟ يعني هو نوع الاطفال لكن يكون في اي سنه. واسالوه عن من القصه حصلت سنه 70 قبل ما يطلع التو تايب دول، ولازم عندكم هذا الحس. انسولين ديبندنت ما عندوش انسولين. نعم انسولين ديبندنت عنده انسولين. طب الفرق عادة بنتغير، عادة بنجيب عادة حط تحت عليها 3000 خط نص ده يحصل بيفور 20 years وده افتر فورس. لكن اي سن اي سن عرضه لاي نوع. طب انا عايز اعرف الفرق ودخل من باب العياده فتح حط باب ودخل انا عندي سكر اقول له تايب 1 من اول لحظه ليه؟ ايه يا رب؟ وظائف الانسولين. لو عرفت وظائف الانسولين تعرف الفرق على طول. الانسولين يدخل الجلوكوز جوه الخليه الصحراء. وظيفه مهمه جدا. يدخل الجلوكوز جوه الخليه. اثنين يدخل البوتاسيوم جوه الخليه. جميل. مع مين؟ مع الجلوكوز. هاي بيعمل ايه كمان؟ الى ان تحط تحتيها 3000 خط. الوظيفه الثالثه 3000 خط. لايكوجينيت. يعني ايه لايكوجينيت؟ يعني بناء الدفء بالعربي والابقاء عليه. بناء الدفء والابقاء عليه. اما واحد من اسره سيئه في السمعه في السكر وتخين تقول على فكره طفل اللي خسر بيه يقول لك ايه؟ مش حاجه. اقول له انت تستهلك انسولين عالي جدا. ليه؟ للابقاء على هذا الدفء. تمام؟ اول ظاهره من ظواهر السكر لما الانسولين يوطى ايه؟ يعني خس. ليه؟ لان اللايكوجينيت اتراح. وبالتالي العيان التخين اقدر امسك مصحف واقول اقسم بالله العظيم عنده انسولين عالي. لانه تخن قدر يسحب والرفيع ما عندوش انسولين. يبقى البودي بيلد مهم جدا في التفريق بين تايب 1 وتايب 2. تايب 1 رفيع جدا. راجل سكري ورفيع يقول لك انا مستعجل يا السكر جاي ازاي؟ ده انا قد كده. ده انا رفيع جدا. تقول انت تايب 1 انت ما عندكش انسولين. بينما تايب 2 بتحتفل خاصة قبل الانشطة في الدين قبل المرض البيت. لان وقت المرض ابتدى هيبتدي يتخن. بلاش خد الظاهرة الأخرى. عيال سكر وخبزه بقى منقود. بس حاجة جدع لما حضرتك على خدك منقود نبتدي نعالجه بالانسولين. يبتدي يشد حلو قوي يبتدي يتخن. أخطر حاجة في الدنيا إن واحد يكون محتاج انسولين وهو ايه؟ تخين. اخطر حاجه افرض واحد تايب 2 تمام لكن محتاج انسولين هنتكلم عليه دلوقتي عنده كومبليكيشن يبقى انت بتدي انسولين وانت مضروب 100 جزمه لان عارف الانسولين هيعمل ايه؟ هيزود وزنه جدا يبقى اللايكوجينيز فرقتني بين تايب 1 وتايب 2 فاهمين؟ كان عندي واحده في العياده جاتني وزنها 27 كيلو وسنها 30 سنه تخيلتها هي لا طبعا لا تقول الا وجوزها فظيعه تكشف عليها تلاقي حته عظم وهنايم على الجنين حته عظم انت جايه ليه؟ انا هتجوز بس اسمه مين الحيوان؟ مين الحيوان اسمه الكلب؟ قالت لي ما انا ليه عشان تدخلني؟ اديتها ايه؟ انسولين اديتها فيلس موندوز انسولين طبعا هي ايه؟ بقى مشروع تسمين زي العبور فيها ذهن كويس تمام؟ الانسولين كارثه في التسمين حتى في بعض الحيوانات اللي بيطلعوا في التلفزيون كتير جدا 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 بيتكلموا عن الجين. يقول لك البس ممنوع. اقول له ليه؟ يقول لي سكر. طب عمل ايه؟ قلوس. اقول له انت حيوان. انت حيوان. اذا انت البس فيها كم قانون؟ 25. ايه 25 قانون؟ ايه يعني؟ لازم البيبسي تدخنها لان فيها سكر عمل ايه؟ هيج الانسولين. كل الحلاييف المصريين يتغدى ترلم 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 لازم او سندوتش وقطع قطعه وبتاع هذا حلوه
وبالتالي the most important complication كيتوز. ما عندوش انسولين، لا هنتكلم عن الكيتوز دلوقتي بالتفصيل الممل. يجيله الكيتون الدم وبيكون تمام. بينما المريض لا يكون عنده انسولين كفايه فالكيتوز بتتغير، ولكن الكومبليكيشن الفاسكولار والنيورولوجيكال از فيري كومن. طيب ده عنده بصمه والنيورولوجيكال تمام؟ لا زمان لا. التايب 1 ما كانش يجيله باسترا كومبليكيشن باستراباطي ولا نيورون. تقولي ليه؟ ما عندوش انسولين. اقول لك ما كانش بيعيش. ما كانش بيعيش، كان بيموت على سنه 20 25 كله. دلوقتي بقت الفرص العنيفه في البرودكشن اوف انسولين بقى بيعيش لان شوف كومبليكيشن. ليه؟ لان الاثنين دول، خلي بالك من الكلام اللي جاي، الاثنين دول سواء البصرة او النيورولوجيكال عايز وقت. عايز وقت عشان يحصل. الوقت موجود في ضيفه. عايش بتختك لذيذ حلو، ما عندوش مشكله كبيره. لكن طيب وقت ما كانش بيعيش، دلوقتي بقى يعيش، فدلوقتي بقى يشوف نيورولوجيكال اند بصرة كومبليكيشن في بوث وقت. لكن الكيتوز اعنف في طيب. لما تيجي بقى بشكل اخر بقى التريتمنت. طبعا التريتمنت طبعا هيبقى ايه؟ بيننا تايب 2 ونهار اما تايب او انسولين عند اللزوم لو في العنوان الاول في المحاضره كان ديفينيشن. العنوان الثاني في المحاضره تايب وهايبر جلايسيميا. العنوان الثالث في المحاضره تايب وسايلنس. تايب 1 وتايب 2 انت ديفينيشن ولا نوت ديفينيشن خلاص. العنوان الرابع في المحاضره كان خطير جدا الذي ليس له اجابه ونقدر نحول هذا العنوان حقيقة منهم. حقيقة استعرضت سكر من آلاف السنين ولا سيما كما نعرف، لكن هناك نظرية ظريفة بقى لها حوالي 20 سنة مستحسن تعرف. اللي هيقول وي دونت نو صح، اللي هيقول جينيتك صح، هيقول ده ورثه من هرمون صح، هيقول ده ابنورمال ريسبتور صح، هيقول انتي انسولين تجاهه صح. لكن تعال شوف النظريه. This is one of the meta test. This is one of the meta test. meta test بتعمل ايه؟ صحيح؟ الميتا تيست بتعمل ايه؟ البيوت بتعمل ايه؟ انسولين صح؟ طب الانسولين بتطلع كده؟ ولا ده بولي بيبتايد تشين؟ امينو اسيد وامينو اسيد يتزوج بعض، زوج ليه؟ تعالى امينو اسيد وده بيبدا معاه لسه وده بيبدا كمان كيس، تعالى طب معاه بالله عليك راجل بقى تشين من امينو اسيد اصبح اسمه ايه؟ انسولين. وهو الانسولين مجموع الامينو اسيد عملت هرمون مره واحده كده. لا بخطوات. طب الخطوه القبل الاخيره تعالى نشوف، ادي امينو اسيد اهو، ادي خطوه ثانيه، خطوة ثالثة، سبحان الله سبحان الله، وادي خطوة رابعة، خطوة خمسة، خطوة، الخطوة دي اسمها برو انسولين، ما قبل الانسولين، والخطوة دي بقت انسولين، المفروض ده اللي يطلع، قال لك الانزيم المسؤول عن تحويل البرو انسولين للانسولين مش موجود، يبقى الراجل ده بيطلع ايه؟ برو انسولين، هل الاكشن اوف برو انسولين ده انسولين؟ يس يس بس ويكر. يبقى لما اكون عايز ده 5 تاب انسولين احتاج بكام برو انسولين؟ ب 10 تاب. يبقى سونر اور ليتر ده بيتا تاب والدي تبطل. عشان كده واحد اختار واحد سنه 40 والتاني سنه 50 والتاني بيعيش من غير الديبند على تعب البيتا تاب. ثالث امتى؟ البيتا تاب مسؤول عن تطلع اناس برو انسولين اكثر بكثير جدا من الانسولين. ليه؟ يبقى انت تنمي تابوليك افكت بس ويكر. يبقى large dose of pro insulin is needed to achieve the same metabolic effect. عشان احرق السكر ده عايز كميات اكبر، يبقى sooner or later ده بيتا سيل والدين تبصر ولا تطلع ده ولا تطلع ده تصبح. دي نظريه طلعت حديثه وظريفه، انما لا يمنع ان يكون من احدى نظريات فايرال انفكشن. اي نعم، واحد جاله فايرال انفكشن بنكرياس وضيف، ابتدى يجيله سكر وهو كبير، ونحط ده
ليش ما خالد؟ ثلاثة. بصوا بقى برضه مكتوب في كتب. طيب انت كتب عم تكتب ككتب. اول وانت نايم اول كتاب تقراه لازم تصفر. ليه؟ لان مفيش حته الصفر ان انا عالي جدا. هيجيلك اي مصيبه تصفر. ركبته تضيع وانت تعبت تصفر. قلبه بايظ تصفر. فالسكر خاص بمشترك اعظم في معظم الامراض عشان كده اول كتاب بنقراه. لما كان اللي بعمل 3000 صفحه. مش يعني. يعني حاجه في قلبي كده قد كده. فبتقعد تقراها فكلمة بيشرح في هذا المرض الفظيع اللي عليه كتب ثلاثة هي واحد اكسيدنتال تفكس واحد راح يكشف تفكس السعودية حلل سكر السيبتومية ده انا عليه سكر ده ما عنديش حاجة الله يخرب بيوتكم انا هروح احلل بره يا بدل الكلب نروح احلل بره يجيبه بعومية هذا اكسيدنتال تفكس نو سيمبتومز نو ساين خلاص قول لي متوارد يقول لك وارد ده هم دول الجنين ده هم عشان كده لما يجي لك الام سي كيو استيميشن اوف بلاد شوجر از ا روتين توافق ولا لا توافق؟ توافق جدا توافق اللي هي روتين ليه؟ ارخص العيان قبل السكر او قبل ما يحصل له كومبليكيشن قبل اي حاجه تقول لي هي الكومبليكيشن من السكر العالي يا راجل انت بتنقي نفسك يقول لك لا بعض الكومبليكيشن من السكر العالي انما معظم الكومبليكيشن لا علاقه لها بالسكر العالي بدليل انها تحدث قبل ارتفاع واضح؟ انما بنحكي عليه when you control the blood sugar بتحميه مفيش شك اما اكتشفه بدري يبقى يبقى اكسيدنتال تتكمل ادي اول برزنتيشن تمام؟ هيطلع منها سؤال is estimation of the blood sugar is your routine؟ yes it's very routine اي عيان يجي لك عيان يروح الصبح بس هنشوف دلوقتي الانستليشن طيب جميل اثنين فلاك اكسبرتيز كلاسيكي اهلي كمان معرفش ده ممكن كلمه غريبه يعني تقليد اي كلام انا بقول لك ويتضح لك انها غيبوبة السكر يا اخوانا هذا كان عنده سكر
البعض يعتقد انه بما ان ده كلاسيك برزنتيشن فهي الاكثر الكلاسيك برزنتيشن اللي تمثل هو 40% من الحياه. بينما الكوميونيكيشن هي الوقت الاكثر ما تتكلمش يا جحش يا جحش ما تتكلمش. فاهمين ولا غير فاهمين؟ فاهمين. نقدر نقول تعالى بقى نقدم اكسيدنتال ديسكفري انظر الانفستيجيشن اكتشف ايه من تعال بقى على خلاف البرزنتيشن واكتب في اول سطر هوليوود. لماذا هو هوليوود؟ لماذا؟ لان عنده اوزموتيك دايركت سكر ناتج بشيء بياخد معاه كميه ميه كبيره جدا كده قد قد ايه؟ ما بين 4 و5 لتر في اليوم بص الرقم. طب الكرونيك رينال فيلير كانت ايه؟ ما بين 3 و4 و2.5 و3 ونص. على فكره الرقم ده مهم جدا لما بيتدور قد ايه؟ عشان نشوف السكر قول له 4 5 لتر في اليوم على فكره ده كميه كبيره جدا. نورمال من لتر لتر ونص 4 5 لتر كميه. طب ولو سالت عن كان الميتابوليك كتير عادة لو انسان الاي كيو بتاعه تحت ال 80 ما عرفش يجاوب. لكن عامل جميع انواع المرض. الحلوب والحمار والخنزير والفيل والذكي جدا واللور برافو عليك كل الناس بتعاملهم والاي كيو بيختلف. واول حاجه تعملها انك تعمل بريدكشن لطلعت باطنيين. اول حاجه تحط اللي قدامك ده مجموع. انا هتفاهم مع ازاي؟ اول خمسه مش خمسه ده خمسه كتير اول دقيقتين ذكي ولا لا؟ بيسمع الكلام ولا لا؟ مغرور ولا لا؟ حلوف شكله ايه؟ يعني الكلام ده كله مهم جدا عشان ينفذ العلاج. فاذا كان عيان اي كيو واطي شويه بتتجبر بتجيب ايه؟ اول ما ايه؟ خلاص طب قالوا ايه بقى؟ عاده الواحد بالليل بيخش الدوره لكن هو ما يقدرش يكتم على الستة على مدى اليوم لازم يقوم بالليل. والمعدل 6-0 5-2 5-1 4 دي المعدل 6-0 يعني يتبول 6 مرات صباحا ولا مرة مساء أو 5-1 5 مرات صباحا ده نورمال 5 مرات صباحا ومرة مساء. أقصى حاجة في الدنيا 4-2 أن يكون بيقوم 4 مرات الصبح ومرتين عشان كده اسهل عليا بتاع البوليون اللي اقول له ايه؟ بتقوم بالليل دي حاجه ما تنفيش خالص وعايزه واحد كامل. مش ممكن بقى واحد يقول لك والله ما انا فاكر لكن ده بتقوم خمس ست مرات ده عينين ما تقعدش من النوم ينام ساعه او نص تروح قايم على ايه؟ على التبول وهكذا. يبقى يسال هذا السؤال اسهل بتقوم كام مره بالليل؟ هيقول لك خمس ست مرات واشكرك جدا ماشي تمام. هذا هو الهوليوود. طيب كولي ديبسي قلت ده هي منطقيه يا جحش يا جحش هي نصف منطقيه هو عشرات نصف منطقي. هتقول لي عشان كوليوني ولا فايدة من نصف يبقى هو عنده كولي ديبسي عشان كوليوني هو فقط كمية ماي كبيرة جدا بلس ان في ثلاث حاجات يعطسوا ثلاثة عليهم واحنا بنتكلم في كده اليوريا والملح والسكر. هو عشان السكر عايز ده باي ده عضو ريسبتور هو عنده اسمه ريسبتور في حياته طلبه حتى السكر عالي تعطشه عشان يلحق يضيفوت بلس. يبقى هو عنده كل دي السببين. السبب الاول السيفير بوليوريا والسبب الثاني الاوزموتيك باور الذي تغير واللي فيه ثلاث حاجات في الجسم هم اللي بيعطشوا اليوريا والصوديوم والسكر. اتفقنا؟ ادي اول حاجه بوليوريا. ثاني حاجة بوليتيك. ثالث حاجة بوليتيك. لو انتوا فكرتوا بينا اخدتوه في الفسيولوجي المفروض انك تقتل نفسك او تنتحر او يغمى عليك او تتقرف. زي بوليتيك. زي وجع زي السكر عليك زي وجع ده انا لو صايم قدم علاقة عسل جوع زي ما سكري عالي وانا جعان. برافو عليك برافو عليك هذا هو الحلوق هذا هو الحلوق. قال لك هو سكره عالي بس ما بيخش جوه الخليه عشان ما يخش السمين. برافو عليك. طيب انت بتقول جوع وما تجوعش في ايه؟ في حاجه اسمها تفعيل السيستم. تاني داهيه الريكتم ولا المخ؟ طب بص هو
وهو جعان والبرين هو اللي فيه سنتر اللي اسمه ساتيلايت سنتر، نقول لهم اي نعم البرين لا يعتمد على الانسولين اكسبت في هايبر اللي فيه سنتر، هو ده اللي عايز انسولين، وبالتالي فعلا الانسولين عالي، السكر عالي، فمزاري فمزاري انه عالي لان الخليه جعانه. اين هذه الخليه؟ ساتيلايت سنتر. اين ساتيلايت سنتر؟ في هايبر. كل البرين لا يعتمد على الانسولين، ودي سبحان الله سبحان الله عشان تخش الجلوكوز يخش البرين فري الا من اي محرمه في البرين فري سنتر. طب الفت ليه؟ طبعا بحس ان انا عندي سكر عالي ليه؟ تاني ليه سكر عالي ده؟ لانه لا ياخد جوه الخليه وبالتالي ده سيل افشنسي في الميتابوليزم بتاعها يبتدي يحصل ايه؟ بلس ان الانسولين فيري اسينشال فور لايكوجينيز وعدم وجود لايكوجينيز. يبقى اول حاجه الكلينيكال برزنتيشن، واحد اكسيدنتال السبب، اثنين كلاسيك برزنتيشن. ما هو الكلاسيك برزنتيشن؟ بوليوريا بولينيسيا بولينيسيا انسبايرد بوسطه. هل يشارك المريض؟ هل يشارك مريض السكر مرضى اخرين في المرضى ده؟ يعني عارف الفرق فايروس بياكل كتير جدا ويخس، بيتدور كتير جدا لانه عنده هاي ميتابوليزم، بيعطش لانه بيتدور زي السكر قوي يعني. اثنين اللي عنده دود، اللي عنده دود بس يجيله الانكليستوما ياخد اعدام جلوسا على الخدود، يجيب خدود يكون عارف لان الانكليستوما بتاكل دم، يبقى الانكليستوما بتاكل الكليستينيا والاسكاري ياكلوا اكل فتلاقي اللي عنده كتاب. حتى لو سالنا واحد في الشارع، لو واحد ياكل كتير قوي بيخس عنده ايه يا عم الحاج؟ يقول لك عنده كتاب. تمام؟ يبقى اصحاب التوكسيك والتدور عندهم ايه؟ عندهم بصل كويس، اصحاب التوكسيك ايه؟ في واحد حاسس بقى يقول لي طب ليه مصروف بيخس؟ اتفرج عليه ورينا الفيا بيخس والمالكنسي بيخس، مفيش فرق. ثلاثة دول اللوز اوف ويت واللوز اوف تايم الاثنين، يعني لوز اوف تايم فولد باي لوز اوف، ودي أول حاجة بتدل عليها. يقول لك يا دكتور أنا خسيت أخبار أكلك إيه؟ كويس جدا. يقول لك أنت مدور لفايل توكسيك تمام، واضح؟ ابعت لنا ثلاثة برزنتيشن لرابع على واحد كلاسيك برزنتيشن، اثنين سيمنتال ديسكفري أو كلاسيكال أو ذا بيشنت ريبريزنت مار كومبليكيشن. يبقى جاء العنوان اللي في المحاضرة الذي هو أهم عنوان، وهذا هو السؤال اللي سمعناه كل اللي فات ملوش بيه كومبليكيشن أوف دايبيتي. ده سؤال أقول لك إيه؟ قول لي البصرة كومبليكيشن، أنا ريحتك شوية. نيورو كومبليكيشن ريحتك شويتين. كوما أوف دايبيتي ريحتك ثلاث شويات. انما عايز اديك الخدوم المقام اقول لك ايه؟ جاست ذا كومبليكيشنز اوف دايبيتس. ده طبعا سؤال عايز ثلاث ايام اجابه. ولا تعالى هنا معايا تعالى وانت امال انا كده رفيعين دي نسبه الحاجات عكس ما هو المفروض هو ده ما ترجعش هي بتترزق تمام؟ فهذا المريض حبيبتي او هذا السؤال عمره ما يجي، عمره ما يجي السؤال، والا يبقى سؤال واحد في الامتحان. اديك ثلاث ساعات على سؤال
يجي له كلام شو؟ اللي كذا 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 انا اروح على اضرب في جنب دخلنا جوه شويه هنلاقي اللب ريسيف ايرور عملت نظاره ملك يا رب وبيتشاف حلو قوي قوي ثلاث بص تتغير اروح للدكتور اقول له انا شايف النظاره دي فيها اي غلط هذا العيان اللي قاعد يغير نظاره كل شهرين ثلاثه يحل الفرق في لا هنا هنقف وقفه مهمه جدا جدا ادي العدسه هي يا اخوانا هذه العدسة اهي العدسة دي فيها سكر جوه زي بره جوه زي بره انا ابتديت العلاج بدات علاج طلعت السكر اللي في العدسة ولا اللي بره بره انا ما اقدرش اطلع العدسة دي الا بعد مثلا شهر عشان اظبط السكر جواها فطلعت السكر اللي بره العدسة لقيت العدسة فيها سكر اكتر من اللي بره يوم تعمل ايه؟ يوم ما يشوفش. اشرب بيتك يا دكتور، كتبتلي سكر وعابتني. قلت له اصبر شويه. لان نعمت عليك يا بعيد. لكن لما تصبر هتشوف تاني. لما تيكوالايز السكر ده اظبط الباور بس. ده دي الكوليبريم. واضح؟ يبقى مع الستارت اوف تريتمنت العيان يحس بفيجوال ديستربنس عنيف. عشان كده خليك ناصح. خليك ناصح. خليش هو يقول له من الاول انا هكتب لك علاج خلي بالك عبالي العلاج عليك حسابا اوعى تقفل تمام لحد ما يمر الوقت حتى يعني بس لان اول ما عليك جهل يا اما مش هتروح للدكتور ده تاني وانت تبقى ظلمت بتاع كده لان مش ظلمت ما جلكش تص يمشي لكن ظلمت منك انت قال عليك حمار او جاهل وانت فيري كوريكت فانت تبدا بيه انا هكتب لك الدواء ده خلي بالك هيمرر بقك ليه؟ لو مرض الرقبه من غير ما تعيله هيبطل ده لان ده دواء لعين انما لما يبقى في البيت زي بالظبط لما سافروا بره يغطي الفور ما فيش كل حاجه كل حاجه الاثار عواقب كذا وكذا وكذا هو يقول انا هعمل لك كراسي عمليه بس انت اصيبتني انك تتشل ما اصيبتش كتير تصل الى 30% يقول لك لا عيش بيها وما تشلش هو حر تمام فدي الاي تخش جوه شويه بترس بترس ده وحش مشهوره جدا كبار او باكيلوم تخش جوه شويه الريتنا وما ادراك ما الريتنا وانتوا كلكم فاكرينها حاجه اسمها دايابيتك ريتينوم التي تتميز بشيء مش موجود في ولا مرض على وجه الارض ولا مرض عمل لنا هذا المنظر مايكرو انجيوباثي المايكرو انجيوباثي اليوريزم اتغير اهو هنعمل كده هذا المنظر منظر فريد للسكر هتدي كلمه فريد يعني لا يتفرق عشان كده انت عارفين الفانجر اكزامينيشن فانجر اكزامينيشن از ذا بار اوف كلينيكال اكزامينيشن يعني زي ما سمعت قلبه شوف قاعين مهم جدا بيبقى العيال سعيد جدا لما تبص في العيال تشوف عندها سكر روح حل لان شفت ايه؟ هل هناك مرض يعمل حاجه مشابهه؟ هو ما يعملهاش مفيش مرض في الدنيا يعمل مرض انجار بتاتا لكن هل في مرض يعمل حاجه مشابهه؟ حد يعرف؟ جحش حمار حلوه مين اللي قال دخلتها انا مسلوب؟ ليه؟ جحش كبير جدا في ديل مين شاطر؟ سيستميك لوب الوحيد اللي يعمل شيء مشابه اسمها ايه؟ اسمها سيستايد بودي السيستايد بودي شبه المايكروسوفت عشان كده يقول لك ايه؟ ان ابسنس اوف هايبر جلايسيميا المايكروسوفتي سيستايد بودي مين؟ يعني اذا كان عندي سكر يبقى اللي انت شفته ده مش مايكرو بس ستايل بس كده ممكن جدا
أبعد أبعد إنفكشن. دي الإنفكشن عن الميو الخرقانيج ونباب الانتظام ده يروح حل السكر ضروري ضروري حل السكر. آه جميل جدا. إيه في الجلد تاني؟ فلورايت هرش فلورايت البلدة في الجنين وفلورايت الإيناي في الجنين الهرش خليكم حذرين منه. أي نعم في ناس حدوها حدوها السكر بس لا حل انا مش هحسب حاجه واضح. طيب الكوليسترول عادة في بعض السندروم ده عالي في السكر اسمه اكس سندروم هنتكلم عليه. فالكوليسترول يترسب تحت الجلد ده انفلام ده انفلام تيجي يا اما حوالين العين يا اما في الاكسنسر سيرفيس او في قلبه يا في اي حته ده اسوشيشن وليس سكر ده اسوشيشن اوف وات اوف ذا هايبر لايبيديميا اللي قد تكون اسوشيتد ده ايه؟ ذا هايبر لايبيديميا لبعض السندروم اللي هنتكلم عليها فيها. فاهمين ولا غير فاهمين؟ ادي الكلمه خلصنا منها. خش على اللندن تي في بص الجمله بقى الكارثه بص الجمله الكارثه تي في فرص طيبيبس لايف انشنت سكر كح مش زي بني ادم كح اساسا سكر الكح اخذ بعنايه شديده جدا. نمره اثنين ان التي في تطلع بيتك اسمها يو التي في بتطلع اكتب كده السل في السكر مقلوب التي في عايز يجي فين؟ اكتب اكتب لما اشوف اكتب تلفزيون وانت فارس خش بيتك تي في يليه ربنا يليه فمش مليح مكتب هتاخد الكلام ده في الشد انما في السكر الكبير ليه؟ الله يعلم الله يعلم. يبقى يديك كاركترستيكا لبيتا ليش مش تبقى ليش عشان كده بيتطور جديد جدا. واحد كح عن السكر روح اعمل اشعه تبص فيها بسرعه جدا جدا تبص على الابيتين تقول لك النور ما فيش تي في ولا عندك تي في يبقى هتكون في الميتين نمره واحد ان المريض تي في فولد باي بيترس شادو لان الميوت بتاعته وحشه جدا فين؟ لانه شاركترستيكا ليه؟ بيزا وليس عكس التي في العادي. الهارت هايبرتنشن از ان انتمت اسوشيشن طيب هايبرتنشن انتمت اسوشيشن هنقول لكم العلاقه بينهم ايه دلوقتي؟ هنقول العلاقه لكن نادرا جدا جدا يا ولاد نادرا جدا انك تلاقي عيال دايبيتك وتفصل مش عارف نادرا جدا السكر والضغط ولا العدد اي عيال عندها سكر وعندها ضغط سكر بقى دي خمس سنين الضغط ده قاعد عندي شهرين ثلاثه قطع فيه علاقه بس احنا مش عارفين. والهايبرتنشن له كومبليكيشن يبقى هنلاقي ده كومبليكيشن والهايبرتنشن واحد اثنين الكورونا للارض الشريان الثاني دايابيتس من ليه از وان اوف ذا ريسك فاكتور ان كورونا كل الريسك اللي في الكورونا 12 ريسك فاكتور نمره ثلاثه الدايابيتس من ليه اللي عنده سكر مور ريسك مش معنى كده ان عندك سكر هيجي لك كورونا لا بس يو ار مور ريسك انت عرضه اكثر مني اربع مرات تعرض ليه هنتكلم ليه؟ نمرة ثلاثة يبقى واحد في الهارت كومبليكيشن اوف هايبرتنشن ويش از ان انتمت اسوشيشن اوف دايبيتس. لسه بنتكلم على كانسر في الكتروثيرابيديا هايبرتنشن بيعمل مصايب كتير جدا هنتكلم عليها ان شاء الله واحنا بنتكلم على موضوع اسمه ايضا. نمرة اثنين مهمة جدا جدا ان الدايبيتس تصحى يا جدع تعالى جنبي هنا قوم تعالى تعبتوا؟ ممكن اخد نص ساعة طيب انا عايز اجي رمضان ولا حاجة المدرس ريسكي اكثر مره كل واحد
قصاد ستة مدخنين أطاريس أربعة، كل واحد يجيله كرامة جميسة ويأمان أربعة قوية ليه هنتكلم. طيب السؤال الثاني، هل الضيابيس يأثر على عضلة الإنسان؟ هل يوجد ما يسمى ضيابيس الكارديوباثي؟ الإجابة يس، ولكنها لا قيمة لها. إذا لقيت هارت كبير في ضيابيس فالسبب إما هايبرتنشن وإما كورونا. الضيابيس الكارديوباثي إز باثولوجيكال إنت، يعني الراجل بتاع الباثولوجي في المشرحة يقول لي على فكرة اللي انت ما كانش 4 متر كان 5 متر، اقول له ماشي اللي مالوش كلينيكال بريزنتيشن واضح؟ دايابيتك كارديوم، دايابيتك كارديوم ده موضوع مهم جدا جدا، يعني البوست جرادوس مهم قوي يشتغل عليه. ادي الارض اما كومبليكيشن اوف هايبرتنشن اما كورونري ارتري ليجن انجينا اوف كارديوم هنتكلم عليها في الكارديوم ان شاء الله لو في عمق، اما ان يكون دايابيتك كارديوباثي وهو موضوع مهم جدا جدا. خدنا الكيدني قبل كده، عندنا حاجه اسمها افرنس والافرنس، الافرنس ارتيريول يضيق في الدايابيتكس وبالتالي الفلتريشن يعلى، يبقى معانا عندنا حاجه اسمها هايبر فلتريشن وبالتالي بتنزل البروتين، ظهور البروتين يبور دايابيتكس يبقى 100% هيجيله لينا 100%. يقول لي انا اعرف واحد كان عنده زلال في البول وما جالوش لينا فيلير او تحديد امال قبل ما يجيله، انما لو سبناه يعيش هتجيله رينا انفكشن مهم جدا، الانفكشن مهم جدا، رينو نفرايت زي ده سكر في البول، سكر في البول الميكروب يعيش كويس جدا جدا، يبقى عندنا رينا فيلير وعندنا رينا انفكشن. قلنا اللنج قلنا الهارت الليفر، فاتي انفكتريشن اوف ذا ليفر فيري كومن في الضيابيتس. كان زمان على فكره يا اخوانا لا نعير هذه الكلمه اهميه. يجي العيان يقول لك عندك شويه دهون على الكبد. دلوقتي يوجد حته كبيره في الكبد. يعني الكبد حته كبيره اسمها ايه؟ هيقع عليه فاتي في الروز. كنا الاول نفتكر ان هو ولا حاجه. هي فاتي ليفر يعني شويه فات، فات هو الاملاء. فدلوقتي بقى عندهم فاتي كبيره جدا جدا، فتش تدعي بتاع الكاسبان يبقى لازم كنترول دايابيتس كوبرمنت فاشل جي اي تي جي اي تي. اكتب الجمله دي وما تزعلش، نكتب الجمله دي من غير ايه؟ من غير الزعل مرفوع والغضب ممنوع كل الاعراض. اي دايابيتس بيشنت never had a normal downtime. Never. مفيش مريض سكر عنده تبرز سليم. فكان يقول لك انا كنت كويس جدا، كنت تضغط عليا ساعة. كنت تضغط عليا ساعة. ثمانية خواصة. الشركة لسه جميلة. حاله لسه يضغطك مش هتشوف ولا يعمل انت مثلا ايه عايز رد. وهو قاعد يقصد في هذه الشركة. بعد ما لقى سكر اصبحت مشكله كبيره. ليه؟ One of the complications of diabetes is neuropathy. والنيوروباثي مش بس النيوروباثي اللي بالكوا بيه، مش بس اللي بالكوا بيه، ده اوتونوميك. عنده اوتونوميك نيوروباثي. فإما أن السمباتاتيك يتاكل يجيله دوريان، وإما الباراسمباتاتيك يتاكل يجيله كروستيفيشن. وهنا كانت الجملة الشهيرة جدا في diabetic patient never had a normal dollar. لا يمكن يكون عنده normal dollar. منفوق نستمشي. لكن ده جرنا للكلام على حاجه مهمه جدا. دايريا للبايبيتس. دايريا للبايبيتس. تقول لي يا واحد اوتونوميك دايريا رفع. مين اللي بتاكل؟ والسيمباتيك. مين اللي شغال؟ الباراسيمباتيك. تعرف ازاي؟ انا عندي اسهال. تعرف منين اوتونوميك؟ تقول لي كاركترستيكالي وكما يقول الطلبه كاركترستيكالي نكتور نكتور، لان الباراسمباتيك دور يجيب امتى؟ يجيب بالليل، يبقى امر الليل مش بس للتبع.
خطيرة جدا جدا جدا. بس واحد من البيت اللي راح ينتسم يبقى قفل الطرق دايما، يبقى المنطقة دي مش شغالة. خدتوا حاجة في الجراحة اسمها بلايند لوب سندروم، خدتوا حاجة ادي انتسم اهي وطلع لها بروبليم، فالاكل يمكن والبكتيريا تعفنه والتوكسين ينزل مع الاكل يمنع الابسوربشن يجي لك بلايند. طب ما هي دي هي ادي انتسم والحته دي مش شغاله، فيتركب فيها الاكل لان في ترانزيت. ترانزيت كلمه مهمه جدا، الجرس ده الترانزيت ده يعمل انفكشن ويعمل زي الانفلونزا. يبقى مثلا سؤال، وات ار ذا كوزز اوف دايريا ان دايبيتيك بيشنت؟ تقول لي ثلاثه انواع. واحد اوتونوم دايريا عندي ايه؟ كاركترستيكا للنصوص. اثنين انفكت دايريا كاركترستيكا للريسبونس الانتي بايوتيك. ثلاثه باسكولار دايريا سيميوليتنج بلايند لوب سندروم. حته مش شغاله، حته ما فيهاش حركه، يقوم الاكل يركن فيه. ادي جي اي جي كومبليكيشن، والليفر والهارت واللنج والكدني والسكين. السينس بارت اوف ذا ميد. السينس شخصيا ما يعملش حاجه، السينس السنتر. لكن البريفرال نيرف سيستم، طبعا السنتر نيرف سيستم ده الكومبليكيشن دي بس ولا بيه يسرق بوز بيت الضغط ان الفليشيا بقى مونوفليشيا فرافليشيا زي ما انت عايز حدث ولا حرك. بس ده كومبليكيشن ان ذا برين. برين شخصيا ديو تو ذا بيت مش ديو تو ذا سكر، انما البريفرال ان اكتب الخط العريض او بقى بريفرال يورايز. هذا ما يميز السكر وهذا من العلماء غلبوا فيه. It is more sensory than most. يعني تنميل اكثر من شلل. اللي تعرف يقول لك انا ماشي الشبش بيقع من رجلي من غير ما ارجع. ليه؟ انه فقد السنسيشن. يبقى سنسوري. ماي واتر اكثر جدا، وبالتالي لما يجي لك الام سي كيو انجل ريفلكس لوك. Loss of angle reflex. Early sight is my problem. It's not early sight. It's late sight. Late. And the peripheral neuropathy is like this. You have to hear it. Eventually. ويستمر بيستمر لعشرة 15 سنة لما يجيله motor affection. واضح؟ يبقى إن أنا أعمل سكر. Paraphrases من السكر. إن أنا رجلي تبني وتشل وعايز كرسي فنازل جدا ومتأخر جدا. انما الايه ايه؟ التنين. الرجلين اكثر من الايدين. الاوتونومس نيوروباثي معروف جدا جدا. وات ذا ايتيولوجي اوف بريفرال نيورايتس انفايرمنت؟ ايه الايتيولوجي؟ قيل انه عنده بوليوريا. ايه؟ وقيل ان كل الوطا صلب الفيتامين بتنزل في الجوز. يبقى البريفرال نيورايتس بتاعته تي 1 او بي 6 او بي 12 ديفيشنسي او 3. ليه البوليون؟ غلط. لماذا؟ هذا البريفرنال لا يتحسن بار انجكشن بي 1 بي 6 بي 12. ده غلط. مع هايبو فيتامينوز بي 1 بي 6 بي 12 غلط. لماذا؟ لان عندنا ما بتحسنش بياخد بي 12 خالص. بقى ندور على حاجه ثانيه. ثاني اتيز اثروسكليروز زي كل الست مرات هنتكلم دلوقتي على مصدر ايه؟ اي ذا بازر الهود. شوف الفتن اللي جوه النير ببار تبوظ النير لانه غلط مش صح. لماذا؟ لان لما المعيدين بتوع السكر ماتوا خدنا النير بتاعهم وشفناه تحت الميكروسكوب اللي كان عندهم تليفون يورايزن طلع الجنس السليم. نط حتى الكروز وتبادل الصوت. ثلاثة قال العيان بيجيله اللي هنتكلم عليه دلوقتي حالة كيتوز أكيدوز وده بيستروك البريفرال نيرف. غلط. لماذا؟ كيتوز از مور كومن ان تايب 1. بريفرال نيورايتس از رير ان تايب 1. يبقى ما كانش لو كانت كيتوز كان البريفرال نيورايتس اولى بمين؟ طيب هما دي النظريه الصح في سوء
السكر معروف النيرف محتاج السوربيتول، النيرف محتاج عشان الميه يمشي السوربيتول محتاج انسولين، وبدل ما فيش انسولين يبقى فيه نحفظ الكلمه abnormal sorbitol metabolism. يقول لك ما سبب البريفرال نيورايتس والدايابيتس؟ يقول abnormal sorbitol metabolism. تهميز ام غير تهميز؟ ده الجلوكوز السوربيتول ده احدى المنتجات بتاع الجسم، فانت محتاجاه عشان تعملي مايلين شيل مش نورمال. فبيبوظ الاحداث النظريه الحديثه. يبقى قلنا اربع نظريات في الكريبر نيورايت ستايل. واحد نص فايتال غلط، ذا كونديشن از نوت امبروف ذا باي انجكشن اوف ذا باي. اثنين اثروسكلروز غلط، لان العمود الفقري ده شغل النيرف بتاعه طلع كليل. ثلاثه انه كيتوزس ريبيت غلط، لان 5 1 دايركت ريفرنس هي اقل من 5. اربعه وش از كوركت اب نورمال سوربيتول ميتابوليزم. عشان كده اللي عايز يخف فعلا من بريفر نورايز لازم يشف على جسمه. يقول لك لا انا عندي اضرار، خليك منبه الشبشب يقع من رجلك وهتتشل، رجليك هتتشل بعشوائي. فلازم عشان تطلع السوربيتول ميتابوليزم لازم تدي ايه؟ انسولين. Vascular complication of نوعين. نوعين. إما specific وإما non specific. شكلكم تعبت. طب أديكم راحة شوية ونكمل بس بعد. أديكم راحة ثلاث دقايق. ثلاث دقايق بالعدد. راحة ثلاث دقايق عشان إيه؟ نرجع السينابس الثاني. على كيف سرعته ازاي تفضل؟ مش بهذه السرعه
وكنا نعتقد انها كانت هبل مصر وبقت جميله جدا. ده بيولوجيكال ايه؟ سنك الحقيقي كام؟ هنجيب سنين من كل الطب سنتين. عملت عليهم على فكره. لكن سنها الحقيقي في القطاع 23 سنه. السنان في القطاع والحقيقي 63. معناه أكثر من يكون
مبارك بس أسهل مجابة بيه أنفر فرحة على رجل واحد عن سوق بطريق سوق إن ما تسأل في الامتحان معطف ماذا بطريق سوق نقول له أنفر أوكي فوت أوكي ضابط في لما ترفع الوحي كل نوعين نوعين لا فائدة له إما بصرة وإما نيروباتك يا بصرة أنفر يا نيروباتك سمعت على حسنة بنسور سمعت على حسنة بنسور سمعت على حسنة بنسور سمعت على حسنة بنسور لا يا كلا يا كلا لا تغير المكان ليه تغير عشان بلطة الخرق ده اللي محروم منه الاسكرين الاسكرين في بلطة سبلاي أفك باي ذا بريشر وحطة بابا تمام وما هذا ممكن تضارب ليه ما عملش حركة فيه فريد ليه عشان عندك انت الراجل هو مش داخل الراجل قاعد مربع خلاص وقاعد على الارض الاقي المنطقه اللي تحتها الارض دي بطل لماذا؟ ما تعرفش لانه ما حدش فيها خاصه في الارياف عندنا اللي هي استخدامات حقيره يبقى قاعد على حقيره على رجليه كده تلاقي مسرح رجله انصر اخر اخر ده نيوروباتيك ولا بصره؟ نيوروباتيك كاركترستيكا دي من الكلمه جحش كاركترستيكا بين الارض بين يعني جاي من هنا ايه يضحك قوي ورجله مفتوحه وانت تتخض من رجله اول ما يشيل لك الشاش تبص على رجله كده تحس بفرحه نادي كده هي ابن ده يقول لك انا مش عارف ايه اللي جاي تمام دي نيوروباث وكلين نظيفه وبانش اوت مظبوطه هي ده البيت صور بالضبط بس على رجل بينما البصرة is characteristically painful ونوعين يبقى بتكلم على ثلاثة أصناف نيوروباثيك نوع واحد بصرة نوعين النوع الأول أثروسكليروتيك أكثر النوع الثاني مايكرو أنجيوباثيك أكثر يعني إما المايكرو أنجيوباثيك هي اللي بوظت البدن وإما الأثروسكليروتيك والفرق بينهما سهل جدا 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 انت جالك راجل عنده فرحة على رجله بين ده شكشك مش حاسس تقفل في المراجعة وجالك راجل عنده أثر على رجله بص على الخلف فيه بس بص عليه لو لقيته وين فين يبقى مايكرو أنجيوباثيك لأن الضغط الطبيعي ماشي وباص في منطقة الأرض لو يبص فيه تبقى أثر سوري زعلان وزعلان احنا بنأجل عشان تعالجه لا يبقى اقول لك كومبليكيشن ضعيف عين جي اي جي ليفر هارت لان كيد سكين انكر فاسكولا خلاص فاضل اهم حاجه في الدنيا دايابيتك كومان دايابيتك كومان مش كومان غيبوبه واحده لسه دكتور نرجع تاني مين الكابتن والله انا روس النرو لا يمكن يكون دول اللي فيه يعني حماله لازم يتشقى في دراسه الطب ولسه Yeah.
بناخد 100,000 جنيه من الخريطة، ده رقم رقم 2 من شط في غيابات الكيش. يبقى بقول لك what are the type of
وثاني يزيد كربون وإنرجي.
يلا نطلع من الباب كده اهي واهي سي او 2 اتش 2 او اند انرجي انرجي هنا اكبر من هنا هنا الجرام تدينا 4000 هنا الجرام تدينا 9000 سبحان الله سبحان الله ما ربنا ليه ما خليناش نعمل تخطيط من تاني لانها لها انترميديت لها انترميديت برودكت اللي هي شويه مواد هنا خطيره جدا 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 هاتي وقت للاكل بيتا هيدروكسي بيتريك اسيد تنفس دول ثلاث مواد بتوصل دول لكن في الانسان الطبيعي السهم ده يمشي يا ليه خلي بالك من السهم ده الاسهم دي بتمشي بايه؟ بالانرجي اللي طلع في الهواء يمشي ده ها ثم ده يبقى انا عايز احرق ده لابد ان يكون عندي كربوهيدرات لابد ان يكون عندي انسولين اثنين اطلع انرجي من حرق الكربوهيدرات احرق بيه الفات على مرحلتين المرحله الاولى الثلاث مواد الانترميد اللي اتكلمنا عليهم اللي هم الكيتون بودر ثم المرحله الثانيه ميه وثاني اكسيد الكربون وفاقع تعال بقى بص معايا عيان دايركت وعشان ما نغلطش بلاش فرق بلاش فرق مجهول اضرب عن الطعام انسولينه طبيعي والكربوهيدرات بتقل 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 هيبتدي يشغل مين؟ الفات الفات هيتقل مفيش طاقه لان ما عندوش كربوهيدرات ما عندوش طاقه الطاقة الخفيفة قوي اللي طلع من هنا تشغل السهم ده لكن ما تعرفش تكمل يبقى النتيجة النهائية accumulation of these ketone bodies in the blood تعمل فوق واضح؟ يبقى الكيتوسيس مش حاجة خاصة بالدايبيتس خالص الكيتوسيس ظاهرة لمن استخدم دهنه في استخراج طاقة واستغنى عن الكربوهيدرات طب هو يستمع طب بكيفه ولا من غير كيفه؟ قد تكون بكيفه اذا اضرب عن الطعام وقد تكون من غير كيفه اذا كان دايابيتك نجلكتد نجلكتد ما عندوش طاقه ما عندوش انسولين وبالتالي الطاقه اللي تطلع من كده قليله وبيضطر يشغل الفات عشان يطلع الطاقه دي الفات ما يشتغلش كومبليت لان الطاقه اللي طالعه من كده قليله شغل السهم الاول ولكن لا تستخدم السهم الثاني النتيجه النهائيه accumulation of the ketone bodies. فاهمين؟ ادي الكيتوز، يبقى الكيتوز قصته سهلة جدا جدا جدا. الكيتوز البني آدم بدل ما يطلع انرجي من الكربوهيدرات يطلع انرجي من ايه؟ من الفات. قبل كده احنا قلنا انك تخش جهنم. تخش جهنم. لو قلت الواحد تفطر في رمضان وهو لا يستحق الفطار وتحمل ذنبه يبقى لازم يكون مذاكر كويس. وان اوف ذا بيشنت الممنوعين من الصيام الدايابيتك اللي جاله في طول السكه. عرف السكه. عرف السكه. عرف سكه انه يحرق للفات ممنوع يكون. لماذا؟ لان على المغرب هيكون كون في طول. على فكره الكيتون بودز مش شرط يبقى كوماتوز. هيفضل خمس ست ايام انكيتوزس لحد ما تعلى قوي الكيتون بودز ويجيله ايه؟ يجيله فوق وبالتالي من الممنوعين من الصيام مش اي رابط الطيبات اللي جاله ايه؟ اللي عنده هيستوري خلاص انا عندي كومتين دلوقتي كوما واحد دايابيتك عنده هايبوغلايسيميا او انسولين ريأكشن وكوما عنده كيتون بودز عاليه تمام؟ والاثنين جايين لك في الاستئذان كيف تفرق بين قلنا الرول انك تعالى بالفوز طب ما استجابش الاحتمال الكيتوز قائم واحتمال الانريفرسبل برين دامج قائم طبعا يكون ده قاعد مده طويله هيبقى في الشارع مرمي ما حدش عارف ايه وجالك اكتر انريفرسبل برين دامج تبقى خطيره جدا طيب عايزين نعرف الفروق الفروق سهله جدا 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 هنعمل لها صورة في ذهن. صورة.
هو ده حد وزيره لما اقول لك جلد والاعلام نظف تكيكات ضغط عالي فورما فيري اكيوت فيري اكيوت مش بالتدريب ده كان قبل ما يقع بدقيقه كان بيجي يبقى الهايبرلاسيميا اكيوت اكتر تمام سويت سكين تكيكاردي هاي بلاد بريشر اي عيان كاتيكولامين عالي هي اللي بتعوض السكر اطلع كاتيكولامين عشان تكسر الدراج السكر يتعدل هو عالي كاتيكولامين وصفر حتى نقول ان ده الريتا بالكوما يعني ايه الكوما حتى هو كوماتوز في ايام حق ده من القوم بسرعه جدا يقول لك الراجل ده عايز يبقى ده شكله كده علقنا بالقوم بسرعه الريتا بالكوما ريح البق عادي ولا تكون صعيد لا تكون صعيد مخك ناشف بعد ما انت حاسس الدنيا بس مخه ناشف والله يا ابو احنا خدنا ان جنسه عرقان يقول لك جنسه ناشف يا حاج ده جاي من شبرا كان عرقان فما تبقاش ايه مخك جنس العرق ينشف انما ذا اونست السويت كورد سويت عشان كده مين احسن واحد يشخص الغالب من المليان يقول لك حسيت برقصه داخليه ما طلعش مضطر جدا ففيه حتى حاجه حلوه في التفتح دي نعلم لكل ضيابتك ما تتبع علاج كل ضيابتك ما تتبع علاج علم وخلي بالك احنا لا نعلم استجابه جسمك للدواء احنا لا نعلم احنا بنكتب الدواء بالارقام اللي قدامك انما ما فيش عيان زي التاني فقد تستجيب بعنف إذا حسيت برعشة وعلاج حسيت إنك جعان وقلت حاجة حلوة قبل ما يجيلك حاجة يبقى عيان عايز يجري 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 ووقع وهو طفل طب والتاني عيان حبس في الأوضة عيان محبوس في الأوضة والأوضة لها طاقة إدارة وسبت ثلاث أربع أيام ببص عليه أول يوم أنا أنت اللي جاي وأخذت ثاني يوم ثالث رابع يوم جاله غيبوبه لو صفر لو صفر الانقص في الهايبرلاسيميا كان اكيوت امال هنا كان ايه؟ غاز الانقص البلاد بريشر هنا كان عالي امال هنا ايه؟ ده ما بيشربش بقى له خمس ست ايام ده عنده كل يوم يعني واضح البلس هنا كانت تجيكارد هنا نقطه الاثنين هنا كانت اكتجريت كولامين ده عالي هنا لص فلاتر او ويك هناك ريحه بقه طبيعيه هنا ريح الجو ايه؟ سيتوه واضح؟ هناك ادينا له جلوكوز اول ما دخل فاق هنا ادينا له جلوكوز ما ضرناهوش ما ضرناهوش لكن ما فاقش واضح؟ هذا هو النوع الثاني من الكوما يبقى خدنا انسولين رياكشن هايبرلاسيميا كوما وخدنا سيتوز مهم جدا النوع الثالث مهم جدا جدا اكيوت very rapid rise of glucose in the blood. فجأة السكر عالي جدا 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 من غير اتيكول. هايبر جلايسيميا. هايبر اوزمولا. يبقى الشرط نان كيتوتيك فود. اللي جاوب السؤال ده يبقى رائع. اللي جاوب السؤال الجاي ده يبقى رائع. يبقى مجرم. يبقى فظيع. يبقى شنيع يبقى خرافي اشمعنى واحد مقبل يجيله كيتوزس وواحد مقبل يجيله هايبر اشمعنى طب انا مقبل وكانت صديق هناك في واحد من اصدقائي حبايب كده جدا كان تخين جدا وانا بعرفه بيحلفني انه ما بياكلش يا عم بطل اكل والله والله العظيم خلي بالك. يا عم بطل اكل ايه والله إلى أن عزمني مرة على العشاء. فقلت أقبل الرجومة عشان أشوف العظيم اليمين العظيم اللي بيحلفوا ده بياكل ازاي. رحت عامل رجومة جبارة. جبارة مفيش نوع من أنواع الأكل في الكون. جمبري محشي سمك، ديك رومي، جبس، فتة كواجع، جبارة، محشي. بدأ إيه جبت الأكل. وانت مرتب عليه والله والله كان قد لو انتوا كان لو انت مضرر كان خلاص لحمه
ودي وحمامه محشيه العباسي خلاص بقى حفره يا ابن الملك على بويه مشوي يخرب بيتها ونعم ورقيه ابي ورقه الاربع بيحجج اللي عنده خل والله العظيم ما بالك انا عرفت بعد كده ان هو امين وصادق هو نسبي هو نسبي هو كان بيطلع اكتر من كده المهم بقى كان لو اتعشينا وانفصحنا دخلنا الصالون مراته جايه حاجه والنبي الشاي من غير سكر عشان الدكتور ما يزعلش بكره بيشرب شاي بالسكر خلاص عمل اللي عليه كان سفره كامله لكن الشاي من غير سكر والنبي بيكفي دينه عشان ايه؟ يخرب بيوتكم ده اللي بياخدوا دينه دول اكثر ناس بتاكل اكثر ناس استهلاكا للاكل اللي حريص قوي على ان الكوكاكولا تبقى زيرو او كده هنتكلم على الكلام ده بالتريتمنت عشان ايه؟ التريتمنت ضريب هم عشان احد ان لو واحد له واحد قريب وعنده سكر هيتقالوا له كده دي نقطه مهمه جدا طيب اشمعنى بقى انا مهمل سكر قليل قوي بقى هايبر اوزمول الرانتي بود والثاني مهمل جاله فلوس لا يرفع ايده ده فيها عصايا فيها ميه على الوش في حاجات كتير اتفضل كحش كبيرة جدا تيجي بس مين مجرم هي عايزة واحد مجرم عايزة واحد معاك حمار بإيه وده طويل برافو عليك مين الاولاني؟ جدود تاني برافو عليك برافو عليك اكثر لو معايا هتب كنت هنا 10 بلدي حال في واحد انسولينه صفر انسولينه صفر اشتغل على الحال ده جاله جدود الثاني عنده امامه اسم وش اسم مكتوب بريفنت كيتوز بس نص ينفسه بريفنت هايبر جلايسيميا هي تقدر تمنع الكيتوز كمية صغيرة جدا لكن ما تقدرش تمنع الهدف ده الفرق اللي بينهم واحد انسولينه لا يكفي لأي شيء فاتبه إلى الفات وعمل الكالوري والثاني عنده أمامه الانسولين إنف تو بريفنت كيتوز بس نص إنف تو بريفنت هايبر جلايسيميا الأخير ده صعب جدا تشخيصه الهايبر اوزمولا سهل جدا تشخيصه كان تلاقي سكر 600 ما عندوش اي دور وغيبوبه تشخص في الحال انه هايبر اوزمولا مانكي بوزيكوما ودول مش عايزين سكر ولا عايزين انسولين عايزين ايه؟ ميه ده الدم بقى عسل حط عليه ميه في حاجه اسمها ميه في الدم اسمها صلايا لو ادينا صلايب بيكونوا بسرعه جدا 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 لانك كولايز بره وجوه السن والسن المهمه جدا هي البرين سن هي اللي خلته كده الاخير لقيت اللاكتيك اسيد في الدم او اللاكتيك اللي عالي جدا نعرف ان هو ابتدى يستخدم الانيروبيك بدل الايروبيك كوما ايه الدايابيتيك بيشن عايزه مخ بس مخ ده سيريبرال هيموريدج ده يوريميك ده شوك تحسف عربية لأي حاجة حتى عندي سؤال في اللي فات investigation of violence في كم واحد عايز يكمل مش عايز لا 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 محمد أول كلمة هذا investigation of violence what is the aim of the investigation of violence what is the aim ثلاثة أهداف لا رابع لها ثلاثة أهداف لا رابع لها واحد diagnose of violence مشخص مهم جدا جدا طبعا يدخل لا ده أهم سؤال في الدنيا اثنين فولو اب طب يا ترى هتمشي صح ولا هتمشي غلط ثلاثة يوسف
ثلاث اهداف